بتدور على شقة جديدة تسكن فيها؟ ايه رأيك لو قلتلك انه في شقة معفنة شرحة وبرحة ومش هتتعوض تاني ومناسبة ليك جدا؟ استنى بس يا عزيزي، مش انا اللي بقول الاعلان ده اللي يبان كرياتيف لناس كتير. في الساعات اللي فاتت رواد التواصل الاجتماعي وهم قاعدين في امان الله بيتابعوا المسلسلات والبرامج والاعلانات بتاعت رمضان، وإذ فجأة يلاقوا في وشهم صاحب شقة قريبة من شارع صلاح سالم بيعلن عن انه عايز يبيعها، تفتكروا يعدي الموضوع كده؟ ابدا، قعد يعصر دماغه شمال ويمين، ازاي اجر الزبون لغاية عندي؟ فرح كاتب قصيدة اعلان هتتفاجئ لما تسمع نصها اللي بيقول شقة معفنة مش هتتعود تاني. هيطلع واحد متدلع ويقول لي ليه يعني مش هتتعود؟ عشان مساحة حلوة وتوضيب كويس ومكان مميز يا غلس. وسيبنا كمل، الشقة 130 متر بجد وبتتمتع بمزايا مش هتتكرر وعيوب برضو. أيوة زي ما قريت كده بالظبط، مزايا وعيوب. ندخل على المميزات، الشقة للبيع في مكان مميز جدا أمام جامع وفرع كارفور، شارع هادي وبلوك محترم، الدور التاني منك للشارع مش محتاج أسانسير، وبعدين أمان، افرض الولية حبت ترمي نفسها من عمايلك المهببة هتنزل صحية وتطلع لك تاني تقولك ايه الهزار المسخ ده. الشقة متوضبة على المفتاح، 3 أوض و2 ريسبشن ومطبخ وحمام كبير، وفيها شباك في كل الأوض على الشارع، وفيها باب حديد ومية حلوة 24 ساعة، وعداد كهرباء إلكتروني بدفع عوايد، يعني مبالغ بسيطة كل سنة. ندخل على العيوب بقى، ويعتبر العيب الوحيد في الشقة هو البلوك، واخد نصي على شارع واسع وعلى شارع ضيق شوية، وتبص على المساجد ودي أجمل حاجة، ومن حظك المهبب إن شقتك دي هتبص على الحارة. بس للأمانة الشقة بحري، فيها شوية هوا الحارة دي والله مش موجودين على العموم، ربك بيعوض يعني. البوست ده أول ما نزله صاحب الشقة من هنا، واللايكات والقلوب نزلوه عليه زي حب الرز من الناحية التانية، لدرجة وصل لأكتر من 12,000 إعجاب و4,000 كومنت، واللي أغلبها كلها كانت تريقة وضحك وهزار، لدرجة إن أشقائنا العرب هم كمان بقوا يسألوا عن الشكل الداخلي للشقة وسعرها مقابل العيوب اللي أعلن عنها كاتب البوست. الشعب المصري يسكت؟ أبدا طبعا، لازم يحط التاتش بتاعه، والكل بقى يشير المنشور وما أقولكوش بقى عن التعليقات اللي كانت كلها تريقة. فمن ضمن التعليقات اللي جت على البوست، هو مفيش صورة أعفن من كده تبقى أوضح شوية؟ بكام الشقة يا منيل على عينك؟ ريحة الشقة الحقيقة واصلالي لغاية عندي، وده إن دل يدل على صدق كلامك وإنكم ناس أمينة في وصف بضاعتكم. لكن المفاجأة بقى إنه في واحدة من الجزائر بتسأل عن الشقة فقالت ممكن صورة للشقة من جوه، وعلى فكرة أنا من الجزائر. بعيدا بقى عن كل الهزار ده، الراجل صاحب الشقة طلع كرييتيف فعلا في طريقة عرض الشقة بتاعته للبيع من غير ما يتعب نفسه ولا يعمل إعلان ممول، ووصل للريتش ده كله. بس السؤال الأهم، هل لقى مشتري؟ ومين سعيد الحظ اللي هيسكن في أعفن شقة في مصر؟ وبس كده، دي الحكاية. ما تنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد.